نعم، هذا موضوع يعني لا 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 ليس جديدا على تركيا، فإن الطائرة المحملة بالمساعدات الإنسانية التي جمعتها الجالية الألمانية في الولايات المتحدة وأرسلتها على ضمن على متن طائرة على الخطوط الجوية القطرية، ولم نعم. يسمح لهذه الطائرة من مرور الأجواء التركية للوصول إلى أرمينيا، مما كما قلتم في التقرير سوف أو يهدد أرمينيا وأرتاخ بأزمة إنسانية كبيرة، لأن هذه المساعدات تحمل المساعدات الإنسانية من أدوية ومعدات طبية، وهي أرمينيا اليوم خاصة إقليم ناغورنو كاراباخ بحاجة إليها كثيرا. هذا استمرار كما قلت للعداء التركي الذي لا يسمح بمرور الطائرات الإنسانية القادمة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى أرمينيا، وأن تركيا حتى اليوم هي تقفل حدودها من جانب واحد مع أرمينيا منذ عام 1993، وذلك للضغط على أرمينيا بموضوع ناغورني كاراباخ، يعني تطلب من أرمينيا التخلي عن ناغورني كاراباخ مقابل فتح حدودها مع أرمينيا. وكذلك ما تقوم به اليوم تركيا من مساعدات عسكرية تقدمها لأذربيجان، ليس فقط عسكرية بل تأتي بمرتزقة أيضا كما قلتم إلى أذربيجان للمشاركة في الحرب ضد أرمينيا وضد الأرمن في كاراباخ. طيب، لم يعد خافيا على أحد أستاذة فيرا بأن النظام التركي يفتح أكثر من جبهة وفي أكثر من منطقة، لكن في إقليم أرتسغ على وجه التحديد، إلى متى سيستمر النظام التركي بتأجيج الصراع؟ هل هناك أي محاولات للضغط على روسيا مثلا؟ كما علمتم بأن كان هناك وقف لإطلاق النار في 10 أكتوبر، على أساس أن هذا وقف إطلاق نار إنساني، سيقوم كلا الطرفين بسحب الجثث وبتبادل أسرى الحرب وبسحب جرح الحرب، ولكن أذربيجان أرمينيا وافقت على وقف النار الإنساني، ولكن أذربيجان استمرت في قصف ضاعفت عدائها ضد المدن وخصوصا المدن الأرمنية في كاراباخ في أرتسخ. وهنا ليس هناك ضغط أرمني على روسيا، ولكن روسيا تعلم جيدا بأن مساعدتها في هذه المرحلة مهمة جدا لوقف تركيا عند حدودها، وخصوصا تدخل تركيا في المعارك علنا إلى جانب أذربيجان وإرسالها المرتزقة، وأيضا هناك تدخل إسرائيلي عن طريق بيعها التكنولوجيا الحربية المتطورة ضد أرتسخ. مع الأسف ليس هناك موقف روسي واضح حتى الآن من المعارك، وهذا لكنها على مستوى التصريحات روسيا أعلنت لأكثر من مرة على مستوى التصريحات وقوفها إلى جانب أرمينيا. لو تحدثنا عسكريا، هل تتوقعين أن تنجر روسيا لهذه الحرب الدائرة مع الاستفزازات التركية؟ روسيا أعلنت أكثر من مرة أن هناك اتفاقية الدفاع الجماعي بينها وبين أرمينيا، وفي حال تعرضت أرمينيا إلى أي قصف أو أي اعتداء من قبل أذربيجان أو من قبل تركيا، فإن روسيا سوف تدافع عن تركيا انطلاقا من بنود هذه الاتفاقية، ولكنها لم تذكر كاراباخ، لم تذكر إقليم أرتسخ، فهي تعتبر أن إقليم أرتسخ ليس ضمن الحدود الأرمنية، لذلك لم تذكرها. وهذا أيضا كما قلت يعني أنظار الأرمن متجهة اليوم إلى روسيا لترى ما سيكون موقفها من الصراع في المنطقة، وخصوصا أن هذا الصراع ينذر بإشعال فتيل حرب طويلة الأمد، وقد لا تقتصر فقط على إقليم كاراباخ بل قد يمتد ليشمل أيضا دول المنطقة. وإذا دخلت إيران أو روسيا إلى وكذلك هناك تركيا في هذا الصراع، فإن الخوف من اندلاع حرب طويلة الأمد قد تكون خسائرها فادحة، ليس فقط على الطرف الأرميني بل على كل الأطراف التي يهمها عدم زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. نعم، المديرة التنفيذية للهيئة الوطنية الأرمينية بالشرق الأوسط فيرا يعقوبيان، حدثتنا مباشرة من بيروت، شكرا لك على كل هذه التوضيحات.